بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البطيخ الأصفر يحتوي على العديد من الفيتامينات الغذائية مثل الفيتامين B و A و C، وكذلك عناصر مختلفة مثل البوتاسيوم، النحاس والزنك. وفي الوقت الحالي أصبح يستخدم في علاج مشاكل البشرة المختلفة، حيث أنه ينعم البشرة ويقيها من الجفاف، يزيل الخلايا الميتة والتالفة عن البشرة وبالتالي يجددها ويرطبها، يقلل ظهور علامات الشيخوخة والخطوط الدقيقة على البشرة لاحتوائه على فيتامين سي بكثرة، وكذلك يعالج الالتهابات الجلدية المختلفة التي تصيب البشرة مثل الإكزيما، الحكة وحب الشباب. يبيض البشرة تبييض رهيب ويمنحها مظهر جذاب ولافت، لأنه يحتوي على عنصر على حمض الفوليك، كما أنه يزيل الكلف ونمش أشعة الشمس خصوصا في هذا الفصل عن البشرة. طريقة استخدامه: نأخذ البطيخ الأصفر، نأخذ لب البطيخ الأصفر ونقوم ببشره في المبشرة الناعمة بهذا الشكل. نتحصل على عصير البطيخ الأصفر، ونقوم بغمس قطن في عصير البطيخ بهذا الشكل ونمرره على البشرة. يجب أن تكون البشرة نظيفة، البشرة يجب أن تكون نظيفة بشكل جيد. نمرر هذا القطن على البشرة، يترك لمدة نصف ساعة وبعدها يشطف. يستعمل البطيخ الأصفر بنجاح كبير لجمال البشرة ومكافحة نمش الصيف، وبعدة وصفات مختلفة. يمكن إضافة الدقيق الأبيض لعصير البطيخ الأصفر. يوزع هذا الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة وبعدها يشطف لإزالة نمش أشعة الشمس. وكذلك بطريقة أخرى يمكن تقطيع البطيخ الأصفر، ونقوم بمسح مكان الكلف فقط بواسطة القشرة من ناحية اللب لمدة 30 دقيقة، وذلك كل مساء قبل النوم. هذه الوصفة صالحة للحوامل، للمرضعات، للبنات الصغار، للرجال كذلك يمكنهم استخدامها. طبعا دون أن ننسى أن نتناول البطيخ الأصفر لفوائده الكبيرة لصحتنا، وهو يقي من مرض الأنيميا بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة جدا من عنصر الحديد. كذلك يحافظ على صحة الحامل، يقلل من احتمالية الإصابة بمرض الضغط، يضبط نسبة السكر في الجسم، ويخفف آلام الدورة الشهرية لأنه يحتوي على فيتامين سي بكثرة، يحافظ على صحة الجهاز العصبي، يساعد على النوم بشكل أفضل، هو يقي من الأرق، ويحافظ على مستوى دقات القلب لأنه يحتوي على كمية كافية من عنصر البوتاسيوم. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.